الراديو 90-90 هواها مصر. على شرف المعلم في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. وعلى شرف المعلم في كلام معلمين على الراديو 90-90 برعاية مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. راجل مهمته الأساسية أنه يجي كده يخرج كلكانة ويزبطنا شخصيا. الحقيقة دكتور إيهاب ماجد خبير التنمية البشرية، أهلا وسهلا. يا صباح الفل، أهلا بالمعلمين، وحشتوني جدا جدا، وحشتني أحمد. بستمتع وأنا معاكم مع المعلمين. النهاردة يا أحمد هنتكلم في موضوع كده، بس عايز قبل ما أبدأ في الموضوع ده عايز أتكلم في قصة يعني. كانت في واحد غني قوي قوي قوي، يعني نزل من عربيته الفارهة العجيبة وماشي وراه اتنين حراس كده، وواحد شحات بيعدي فبقول له يعني جنيه بعد اذنك، يعني عايز جنيه اللي معتاد. ديني جنيه. فطبعا الراجل بيبص، طبعا ما فيش في جنيه في جيوبه اكيد يعني، فراح عامل ايه، راح رايح واحد من الناس الحراس اللي معاه ومعاك الجنيه، راح مديهوله. فالمهم بعد ما مشي شويتين كده راح راجع للراجل ده وقال له انت ليه طلبت مني جنيه؟ انت مش شايف العربيه اللي انا نازل منها؟ يعني بيقول يعني حسب ان سرقت اسرق مش عارف ايه يعني انت مش شايف العربيه اللي انا نازل منها، انت مش شايف، انت مش شايف شكل الـ يعني انت اكيد مفروض انت تحس الحياه هتدي لك بالظبط اللي انت بتطلبه منها. فدي كانت الحكمه العجيبه جدا اللي ممكن تغير حياه اي حد في الدنيا. انت ليه ما بتطلبش الحاجه اللي انت تحس ان انت تستحقها؟ انت ليه ما بتطلبش الحاجه اللي انت مفروض ان انت تاخدها؟ الحياة مش هتقول لك لا، بس انت ما بتطلبش. سقف الطموح تقصد مثلا؟ مش بس سقف طموحنا، احنا اتعودنا على ان احنا بنخاف نطلب، احنا اتعودنا على ان احنا ما بنعبرش عن نفسنا، ما بنقولش لا لحد، ما بنقولش اللي احنا عايزينه لحد، بنبقى خايفين الناس يزعلوا مننا، بنبقى خايفين ان احنا نترفض، بنبقى خايفين ان هم يفتكرونا ان احنا مشحتين، بنبقى خايفين ان احنا يفتكرونا ان احنا ضعاف. فالحياة هتدي لك بالظبط اللي انت بتطلبه. لو انت طلبت جنيه هتاخد الجنيه، لو انت طلبت 10 انت هتاخد 10، لو انت طلبت 100 انت هتاخد 100، لو انت حاسس ان انت تستحق جنيه انت هتاخد بالظبط قد اللي انت حاسس ان انت هتستحقه، لو انت حاسس ان انت تستحق 1000 جنيه انت هتاخد بالظبط قد اللي انت هتستحقه. الحياة مش هتقول لك لا، يعني مش هتقول لك لا. هي في كل الفلوس اللي انت عايزها في الدنيا هي موجودة ولا لسه هيخترعوها عشانك؟ لا موجود. هي موجودة. كل العربيات اللي انت عايز تركبها في الدنيا هم لسه هيصنعوها ولا هي علشانك ولا هي موجودة؟ هي موجودة. فاحنا عايزين نتعلم النهاردة ازاي نطلب حقوقنا، ازاي نعبر عن اللي جوانا، ازاي نطلب اللي احنا عايزينه من الاخرين من غير ما نخاف منهم، من غير ما نختشي، من غير يا حقك حاجة انت بتتكلم في حقك في الحياة، في حقك مع بابا وماما، في حقك مع المدير بتاعك، انت بتتكلم في حاجة انت عايزها، بتتكلم عن رغباتك. فاحنا هنتعلم النهاردة ازاي تطلب اللي انت عايزه بحرفنا ومن غير ما تحط في دماغك ان حد يزعل او ما يزعلش. يعني موضوع على قد لحافك مد رجليك والجو ده والتواضع في طلبي وما افورش عشان الناس اللي قدامي ما تزهقش مني، ولما اجي اطلب يعني حتى في الحلم نفسه خليك متواضع في حلمك عشان ما تقعش رقبتك تتكسر بعد ما تحلم وما يجيلكش اللي انت عاوزه. كل ده غلط بقى. كل اللي احنا اتعلمناه ده كان يعني كان ناتج لافكار قديمه موجوده عندنا كده، اللي هي فكره ايه واحنا صغيرين يا احمد، احنا تربينا على ان انت تكون ده. طبعا انا مش معنى كده ان انا ما اكونش كده هنا، لكن احنا تربينا على فكره ان انا اكون ولد مؤدب، فاهم؟ اللي هو انت ايه لازم تكون الولد المؤدب اللي ما بينفعش ان انت تطلب حاجه. لو رحنا عند حد اوعى تقول ان انا عايز بيبسي ولا انا عايز مش عارف ايه، ولما يقولوا لك تعمل ايه تقول لهم لا انا مش عايز، اوعى والواد يعني يبقى عينه في الحاجه وهيموت ويشربها، اوعى تاخد حاجه من غير ما بابا يقول لك، من غير ما هو يقول لك، وتلاقي الواد نفسه في الحاجه ياخدها وهو باصص له كده، عارف الاب بيصغر بيصغر. كنت لسه عند ضيوف من فتره كده، وبعدين كانوا جايبين بسبوسه ومش عارف ايه وحاجه كده، فبنتي 5 سنين يعني، فالست بتقول لها في حد عايز حاجه تانية؟ لا انا عايز البسبوسه عايزه من دي يا معلم.
فطبعا يعني انا كانوا يفضلوا يبصوا لي في الاخر ايه، طب والله هاكل خلاص بقى، ما هي علقه هاكل اللي انا عاوزه بعد كده اروح اتضرب عادي. علشان كده انت بتوصل اللي انت عايزه على فكره، الناس اللي هي بتاخد اللي هي عايزاه دي هي دي اللي بتوصل. خلاص هنضرب بعدها مش مشكله، بس وصلت حققت ضربت اللي انت عايزه، الشوكولاته كلها يعني. بيبقى موقفهم وحش بجد الاب والام. لا هو انا عايز اقول لك على حاجه بجد يا احمد، الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان هو كاب او ام هو اصلا مستكتر على نفسه حاجات معينه، هو ما بيطلبش اللي هو عايزه. تلاقي مثلا بين الاب وبين الام، الام عندها طلبات معينه ما بتقولش عليها للزوج، والزوج عنده طلبات معينه ما بيقولش عليها للزوجه، وكل واحد خايف ان التاني يرفضه، وكل واحد خايف ان التاني يتخانق معاه ويبقى في صراع بيننا وبين بعض. احنا محتاجين ان احنا نتعلم نقول اللي احنا عايزينه. كتير قوي كتير قوي في حياتنا بتبقى عايز تقول لا لحد ومش قادر تقول له لا، مش قادر تقول له لا، مع ان اللي جواك يعني لا. طب انت ليه مش قادر تقول له لا؟ طب انت ليه مش قادر تعبر عن اللي جواك؟ انت ليه مش قادر تعبر عن اللي انت عايزه؟ خيبه. هو ده خيبة. السؤال احنا عايزين نسمع من الناس بقى ويقولوا لنا السؤال، انت ليه ما بتطلبش اللي انت عايزه؟ انت ليه بتخاف تطلب اللي انت عايزه؟ تاني، ليه ما بتطلبش اللي انت عايزه؟ انت ليه بتخاف تطلب اللي انت عايزه؟ هو الـ الـ الاغلب هنلاقي الناس ما بتطلبش اللي هي عاوزاه. هقول لك مثلا انت ممكن تكون مثلا يعني موظف في شركه، فتبقى انت عايز طلبات معينه، فانت تخاف تطلبها، تتكسف تقولها، تحس ان انت مش من حقك ان انت تقولها. ممكن يكون بين الاب وبين مثلا ولاده، انت بتبقى نفسك تقول له بابا انا ما بجيش بالطريقه دي، يا بابا عاملني بطريقه مختلفه، يا بابا انا مش عارف. مش ده الجمله دي في حد ذاتها ممكن بعدها قلم على طول. انا ما بجيش، امال بتيجي ازاي؟ انا فاهم انت ما بتجيش بالطريقه، طب ايه الطريقه اللي تناسب سيادتك؟ انا هعلمك الطريقه دي. انا عندي طريقه احسن بقى من الطريقه دي كلها، وانا هوريك الطريقه اللي تناسب سعادتك. انت فاهم بقى. فالسؤال اللي احنا عايزين نساله الناس، انت ليه ما بتطلبش اللي انت عايزه، سواء من اقرب الناس ليك او حتى من الناس اللي حواليك في الشارع؟ فاحنا هنعرف ان احنا احيانا كمان يعني انت ممكن تكون في مواصلات وانت ليك طلب معين مع سواق الميكروباص، انت راكب ما بتطلبوش، يعني عارف اللي هو انت. طب اقول لك حاجه، وهتلاقي الناس بتعملها، انت كنت ساعتها تكسف اطلب الباقي الربع جنيه طبعا، هو مسقع عليه وانا طب اطلبه خلاص بقى سيبه له، وارجع مثلا اقول ايه خلاص لله، والاقي بقى الصوت الثاني لا ده مش لله، ده مش لله يا حبيبي، انت اللي مش عارف تطلب حقك. بالظبط هو ده اللي بيحصل. انت وقت بتقعد مثلا ربع ساعه عايز تقول يا اسطى مش قادر تقولها. الموضوع ده تقلبت عليا المواجع على فكره، تقلبت عليا مصايب الكليه. انا ياما اتاخد مني اربع ونصاص جنيه. كنا كده طبعا. طب ليه ده مرض ده يا دكتور؟ احنا خايفين. بص طبعا انا طبعا الحاجات دي انا مريت بيها، فاحنا كنا خايفين من شكلنا قدام الناس. احنا مش عايزين حد يرفضنا، مش عايزين حد يقول ان انا فقير وبدور على ربع جنيه. انا عايز دايما اكون مقبول، انا عايز دايما اظهر قدام الناس بشكل معين. حتى الناس اللي في العربيه مش معرفه يعني، ولا يفرق ولا برستيج. هم كلهم اصلا ليهم ربع جنيه يعني، هم كلهم قاعدين عندهم نفس الموقف. السواقين اللي سامعيننا مش مسامح في الربع جنيه. ماشي. السؤال كمان مره كمان، السؤال ليه ما بتطلبش حقك، او ليه ما بتطلبش اللي انت عايزه، او ليه ما بتعبرش عن الحاجه اللي انت عايز توصل لها بالنسبه للناس اللي حواليك؟ خاصه احنا بنتكلم عن الحاجات، مش بنتكلم بس عن الاحلام، احنا بنتكلم عن علاقتنا مع بعضها، مع اصدقائنا، مع بابا وماما، مع الناس في الشغل. انت ليه ما بتطلبش اللي انت عايزه؟ دكتور إيهاب ماجد خبير التنمية البشرية لسه ضيفنا الكريم في كلام معلمين على راديو 90 هوا مصري برعاية مؤسسة مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. وسألنا سؤال دكتور إيهاب سأله، نفكر اللي بيسمعنا لو لسه في حد فتح الراديو عشان نبدأ نقرأ الأجابات. بتقول السؤال بتاعنا، إحنا ليه ما بنعرفش نقول اللي إحنا عايزينه، أو ليه ما بنعرفش نطلب حقوقنا، أو ليه ما بنعرفش نعبر عن مشاعرنا الحقيقية، ودايما بنتظاهر بإن إحنا الولد المؤدب أو البنت المؤدبة اللي ملهاش طلبات، اللي يعني كده يعني فاهم، اللي هو ما ينفعش اطلب وما ينفعش اعمل وحاجات. ليه احنا كده يعني؟ ليه بنخاف من ايه؟ بص بقى، اللي انت قلتوه هو بالظبط اللي بيحصل معايا، هو ده موضوع البرستيج مش اكتر. ياسمين بتقول، كنت امبارح بدفع مصاريف الجامعه، الراجل خد 300 جنيه وكان ليا 2 جنيه، فضلت واقفه بيقول لي نعم، قلت له هات الباقي، بص لي بقرف بس خدتهم. برافو عليك ياسمين، خدتهم. بابا مثلا من قبل ما اطلب اي حاجه هيقول لي لا، فهطلب ليه بقى؟ ادي ياسمين اخرى، ياسمين او اس بتقول يعني ما بتطلبش عشان متوقع الرد في الاخر. حلو. بتكسف. مريم الدربي. في كمان، على فكره انا بطلب الربع جنيه، ولو حد بص لي بيكون رد فعلي ها ربع بيفرق معايا على فكره في المواصلات وانا راجع حضرتك. دي فطه، كل الناس سابت الموضوع ماسكه في الربع جنيه المواصلات. بص يا باشا، انا ما بطلبش لاني بتكسف وبحس ان هو الطرف الثاني ممكن يحرجني مع انه حقي ونص. في كمان، ما بحبش اطلب من اي حد حاجه عموما حتى لو حاجه سهله،
مع ان لما بيطلب مني يعني بتصرف جد يعني بحلها على طول. ده من كوميسيانج تويتر. في كمان بطلب بغباء بس عشان بقيت شغال بقيت اجيب انا لنفسي كل حاجه. احمد اي واي اس. ممكن بخاف من زعل الناس. مهووس بحاجة زي دي بخاف قوي ان حد يزعل مني. ممكن اجي على نفسي في سبيل انه ما يزعلش. ده شيكو. الفلوس البائزة برضو تجيلي وما بدلهاش. انا قلت في مرة فقرة لدكتور إيهاب نفسي اتعلم البجاحة. يعني كانت طالبه منك تديها يعني روشته نعمل حاجه للبجاحه كورس كامل. هو النهارده احنا هنعمل كده ان شاء الله. احنا استجبنا ليك. ادي يعني عينه من ردود المعلمين. طيب احنا عايزين نعرف الاول هو ايه الاسباب اللي بتخلينا فعلا الاسباب العلميه حسب دراسات احنا ليه ما بنعرفش نطلب حقنا؟ احنا ليه ما بنعرفش نعبر عن اللي احنا عايزينه؟ احنا ليه ما بنعرفش نطلب من الناس حتى على الاقل خالص ان هم يردوا لنا الحاجات اللي احنا بنعملها معاهم؟ يعني احنا احيانا كتير تلاقي مثلا زي ما حد كده كان بيقول لي ان هو ايه ما بقدرش اطلب حاجه حتى لو كانت حاجه سهله. مع ان انت ممكن تكون انت شخصيا بتعمل حاجات لكل اصحابك بس تيجي تطلب انت حاجه تحس ان هي تقيله عليك قوي. طب احنا الاسباب ايه اللي بتخلينا كده؟ اول حاجه الاسباب للاسف يعني احنا عندنا مشاكل كتيره جدا 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 ناتجه عن الفهم الخاطئ للتربيه، ناتجه على ان بابا وماما يعني مش عايزين نقول ان هم بس مش عارفين شويه، يعني هم مش عارفين شويه في التربيه شويتين ثلاثه يعني ما تعلموش ازاي. مش عايز اعلق عشان دايما كل ما كان يقول لك الاباء والامهات بيكرهوك. نايمين لا هم نايمين بتحس ان في حد يا اخي بيوصل لهم ولا بتفهم؟ يصحوا تاني يوم يقلبوا عليا وهم داخلين يناموا اخر حاجه بيقولوها بيدعوا عليا. لا 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 هتلاقيهم دلوقتي كلهم نايمين ما حدش بلغهم يا جماعه اللي احنا هنقول عليهم. بس هم غلبانين في النهايه يا احمد لان هم برضو جبت ورا اتربوا بنفس قال لك لو كان في حد فيهم صاحي نلم دور يسجلوا ولا حاجه ويوصل لهم. بقى انا بنعوزهم بس هم يسمعوني ويستفيدوا حاجة. لا والله والله هو مش تجني عليهم بس هو احنا اتربينا غلط. والمشكلة ان الواحد بيفضل يقول هبقى انا صح فبلاقيني بربي غلط. يعني لان انت احنا بنقول ان انت لو انا دايما دايما المشاكل اللي بتجيلي من الناس اللي دلوقتي مثلا جايين علشان عندهم مشاكل مع اولادهم فاساله على طول المشكله اللي موجوده دي كانت موجوده انت عندك اصلا مع بابا وماما تلاقيه طب انت كنت رافضها طب انت ازاي بتعملها لانها متسجله في العقل الباطن. طالما ما تعالجتش طالما انت ما حاولتش ان انت تكتشفها واسبابها وتعرف وما عالجتهاش هتفضل موجوده. اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي انا عايز اقوله ان احنا عندنا ثقافه غلط يا احمد. يعني احنا عندنا ثقافه غلط اللي هو ايه انت من حقك يعني من حق بعض الناس كده تلاقي ان هو بيخبط عليك في البيت في اي وقت ومفروض ان انت حضرتك تعمل ايه؟ تستقبله. طب انت عارف ظروفي طب ما يمكن انا ما عنديش وقت قبلك ما عندي حاجة تانية مهمة ويقعد. وتعمل كأنك هتنام تقول له يقول لك خش نام اقسم بالله كان في حد من 3 ايام جاي لي وعم خلاص قلنا كل اللي عندي يعني خلاص وانت عمال تتاوب خش نام انت يا احمد انا قاعد انت تعبان قلت له لا مش تعبان قال ما فاكرك تعبان. احنا عندنا ثقافه اللي هو ايه اللي هو لا يعني انت مفروض ان انت حتى في التليفون يا احمد لما مثلا ايه مثلا انا يعني انا وانت كده ممكن تلاقي في حد بيتصل بيك عمال يتصل بيك وانت عندك برنامج بتحضر بتكتب روايه بتعمل اي حاجه ويزعل منك جدا ان انت ما ردتش على التليفون. يا عم ما انا مش قاعد طول الوقت على التليفون ما انا يعني انا مش مفروض ان انا يعني مثلا حد لسه كان بعت لنا شويه رسائل على الصفحه يعني يقول لك هو مش هيردوا عليكم يا جماعه انتم مش متخيلين كم الرسائل اللي بتبقى موجوده على الصفحات. لا وكمان ايه انت الناس بتبعت فبترد فبيرجعوا يبعتوا تاني هو ما بيكتفيش بالرد اللي انت بترد بتاعك ده بيخش في تفاصيل حوار تاني بالظبط كده. فانت مطالب ان انت مش تقعد على الصفحه تجاوب على رسائل لا ده انت تقعد تعمل حوارات على مع كل واحد بيسال سؤال. فهي الفكره ان ايه لا يا جماعه انت لازم تعرف ان في ثقافه الثقافه دي محتاجه ان هي تتغير. الناس بتوع بره انت ما بتزعلش منهم ما بيزعلوش من بعض اصلا يعني اللي هو فكره ايه تلاقي في واحد بيدفع لنفسه الحساب خلاص هي بقت الفكره بقت عاديه. فكره ان تلاقي واحد بيراجع على لما يجي له في المطعم كده الريسيت بتاع الاكل ولا الفلوس يعني تلاقيه بيراجع عادي ما عندوش مشكله ان هو يراجع ويقول لك لا على فكره انا خدت دي انا ما خدتش دي احنا نعمل ايه احنا بنتكسف نعمل كده احنا ما يصحش نعمل كده احنا عندنا شويه لا يا اخويا ما بقوش بيتكسفوا لا 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 لو معاك لو حضرتك انا عايز اقول لك لا بجنيه عايز افكرك بجنيه هقول لك على حد حكى لي قصه زمان
مطعم زمان يعني الكلام ده مثلا نقول مثلا من 15 20 سنه يعني هو بيحكي لي يعني بيقول لي كنت اعرف واحده وبعدين خدتها في مكان كده كان مشهور بتاع سندوتشات من 20 سنه كان المكان ده مشهور قوي وكانت السندوتشات ما شاء الله كانت كبيره يعني عارف دلوقتي السندوتش مثلا 25 سنتي زمان كان السندوتش كبير يعني اول ما طلعت الحاجات دي يعني فالراجل جالي في العربيه فانا ايه تاكل ايه فانا بقى عارف ان هو السندوتش زي اللي عندنا في الحاره ده اللي هو اللي قد كده بتاع على بركه الله فينو البتيت الصغير الحاجات الصغيره فقلت له ايه هات لي واحد كذا واحد كذا واحد كذا وهي طلبت ايه طلبت اتنين بيقول لي لقيت كميه السندوتشات تكفي جيش فهي الفكره ان انا ما بعرفش اسال يعني مثلا انت ممكن تيجي تقعد في مكان تقول له ايه اديني واحد نسكافيه مثلا فانت تيجي تلاقي النسكافيه اللي هو جايبه قد كده فانت ايه المانع ان انا من البدايه خالص اقول له طب ممكن بعد اذنك توريني حجم الفنجان قبل ما تطلبه ايه المانع في ناس لا تتكسف ان هي تعمل حاجه زي كده هيقولوا عليا او هقول علي إيه؟ لك هقول لك حاجه انت الموضوع ده فكرني اصلا بمواقف كتير كان زمان واحنا شغالين كنا بنروح كده انا كنت شغال في شركه فكنا بنجتمع كل شهر كده الشباب اللي شغالين نروح نفطر في مكان فكان معانا واحد لسه جاي من من الارياف يعني وما كانش عنده خبره قوي بحاجات معينه فالمهم البنت بتقول له هي منزله لنا مسقعه منزله لنا مسقعه كومبليمون فبتقول له ايه ده هو بيقول لها ايه ده قال لها فبتقول له كومبليمون فهو بعد ما مشى قال لنا هو المسقعه عندكم اسمها كومبليمون ما بناكلوش عندنا كومبليمون ده ما نعرفوش فاحنا كلنا بنيجي عند اكلات معينه في المنيو وانت بتبقى مكسوف تقول له هي ايه دي هي يعني انت حتى لو قاعد وسط زمايلك في الشغل ورايحين تتعشى ولا حاجه ورايحين طب ايه المانع ان انا اقول له انا مش عارف دي ما هو انت احيانا المطاعم بيكونوا صعب قوي احيانا المطاعم بيكونوا مؤلفين اصلا اسماء بيألف المنيو باسامي وانت تحس ان انا مش عارف انطقها طب ما هو عادي ان انت ما تعرفش انطقها انت مش شيف اصلا في حد لا في حد بيبقى يعني يجيب الويتر او حاجه يقول له هو ده ايه طب اشرح لي ده عباره عن ايه المانع ايه المانع الويتر معلش يعني حتى احنا احيانا لما نيجي نخش مكان مثلا انا شخصيا لما اجي اخش مكان وبعدين حد يجي يقول لي ايه والله التيشيرت ده ب 1500 جنيه فانت طبعا انت تاخد بعضك وتمشي وجنك بقى يعني ايه عادي يعني اقول له لا معلش ليه انا اقول ليه يعني ليه طب ما هو يعني عادي جدا يعني ان انت ممكن يكون معاك فلوس وممكن يكون وممكن ما يكونش معاك فلوس وايه المانع ان انا اقول له ممكن ليه؟ يكون معايا وهو شايفه مستاهل ما يستاهلش يعني فالامور ان انت يكون عندك الثقه ان انت مش هيتقال عليك حاجه ما يبقاش كل همك ان انت تظهر بالمظهر اللي انت راسم صوره معينه في دماغك وعايز المجتمع يقبلك وعايز ان انت ما فيش حد يحرك الصوره دي الفكره كنا ان الاسباب دي رقم واحد انا خايف اول حاجه انا خايف الناس ما تقبلنيش يعني انا بخاف اقول اللي انا عايزه اقول لا او اطلب اللي انا عايزه او اطلب حقي لان انا خايف الناس ما تقبلنيش يعني انا ببقى كل اللي شاغلني ان انا اكون مقبول اجتماعيا ان الناس تقول عليا ان الولد ده مؤدب الناس تقول عليا ان الولد ده محترم الناس تقول عليا ده كلاس يعني انا ببقى دي كل اللي شاغل دماغي حتى لو كان ده كان بيسبب لي ضغط حتى لو كان ده بيسبب لي ضغط هو الحقيقه ان احنا لما مش بنعبر عن حاجه احنا عايزينها ده بيمثل لي ضغط كبير جدا وهنعرف الخطوره بتاعه الموضوع ده ايه بعد كده فالحاجه الاولانيه اللي هو فكره ان انا اكون خايف على شكلي الاجتماعي قدام الناس الحاجه الثانيه خد بالك يا احمد ان الحاجه الثانيه دي مهمه جدا وسبب فشل كتير قوي من الناس الخوف من الرفض لما بقول للناس ايه اكتر حاجه ممكن ايه اكتر مشاعر انت بتحاول تتجنب ان هي تبقى موجوده عندك ان انت تخاف من الرفض تخاف مثلا ايه تروح شغلانه تترفض فاللي بيحصل ان انت ايه ما بتروحش تخاف تخش في مشروع تفشل فانت ما بتعملش فانت دايما عندك احساس ان انت هتترفض دايما عندك احساس ان الناس مش هتقبلك طب لو انا طلعت غنيت طب ممكن الناس ما تقبلنيش طب انا لو كتبت شعر ممكن الناس يعجبها اكيد الناس هترفض الفكره دي اكيد الناس هترفض اللي انا بعمله الخوف من الرفض الخوف من ان انا اروح اقول لبابا حاجه فيرفضني الخوف من ان انا اروح اقول لمديري حاجه فيرفضني الخوف ده بيخلي الناس كلها واقفه في مكانها ليه النجاح هنعتبر كده ان هو عباره عن فاص كبير قوي كده النجاح ده عباره عن فاص كبير قوي
وجواه فاص صغيرة اسمها الرفض. لازم تاخد الاتنين دول مع بعض. طول ما انا عايز انجح طول ما انا هترفض. طول ما انا عايز انجح طول ما انا هترفض. عارف في المبيعات مندوب المبيعات اشطر مندوب مبيعات هو اكتر واحد اترفض. لان هو طول ما هو بيعمل محاولات طول ما في حد بيقول له ايه لا مش عايزين النهارده لا مش عايزين النهارده خبره واحد عنده فخلاص هو في 8 بيقولوا له لا وفي 2 بيقولوا له اه في واحد بيقول له اه. لو انا خفت من الـ8 دول لو انا خفت من المحاولات اللي انا هترفض فيها فانا مش هطلب اصلا فمش هيبقى عندي احتمال اني انا ممكن اوصل للي انا عايزه. يعني انا لو خايف اطلب من بابا حاجه لو خايف اطلب من ماما حاجه لو انا خايف اطلب من مديري حاجه ما انا مش هاخدها اصلا. احتمال تترفض فعلا واحتمال يحصل ايه يوافق احتمال يوافق واحتمال ابقى ضيعت عشان خوفي من الرفض وضيعت فرصه. عارف لما تيجي يا احمد تقرا قصص الناس اللي هي اللي عملت كتب اكثر مبيعا على مستوى العالم تلاقي ان الكتاب ده في البدايه لما الناس راحت لما هو خده وراح بيه لدار نشر اترفض. يجي 20 دار نشر رفضته صح. وقالت له ايه يا عم احنا ايه القصص اللي انت كاتبها دي ايه الحاجات دي يا عم هو في حد هيقرا الكلام ده. طب انا لو ما كنتش استمريت في المحاولات بتاعتي فانا ساعتها ما كنتش احصل على ده. فاحنا محتاجين ان احنا نتخلص من فكرة الرفض. انت كده كده هتترفض انت كده ده جزء اساسي من الحياة هو الرفض. عندي فكرة عندي طلب معين في احتمال ان انا اترفض بس في احتمال انه يتوافق عليا. طول ما انا بطلب طول ما انا هيتوافق عليا. الحاجة اللي بعد كده هي ان انا ممكن اكون ما بقولش اللي انا عايزه او خايف اقول اللي انا عايزه او اطلب اللي انا عايزه او اقول لا احيانا لان انا خايف ان انا اخسر الناس اللي حواليا. هي دي يمكن دي السبب او اكتر حاجة الناس بتخاف تعمل تبادر باي حاجة مخافة من خسارة الناس. يعني ممكن مثلا تبقى انت قاعد في مكان وعندك واحد صديقك ده عمال يقول كلام بيسم البدن وعمال دبش وعمالي وانت خايف ان انت تقول له لا خايف تقول له كفايه خايف تقول له لا ده مش ده اللي انت وجهه نظرك انت بتقوله ده غلط انا عندي مشاعر مختلفه انا عندي رغبات مختلفه وانت كل الموضوع ان انت خايف تخسره انت خايف يبقى في صراع بينك وبينه انت خايف ان هو يزعل. انا بقى عندي مقوله كده يا احمد يعني معلش يعني اسمحوا لي ان انا هقولها ان انا بالنسبه لي اللي يزعل يتفلق. حبيب قلبي حبيب قلبي انضم لاخوك فواز هتزعل انت حر انت ليه مش بتحترم رغبتي انت ليه مش بتحترم احتياجاتي انت ليه مش بتحترم ارائي حتى لو كانت ارائي غلط بالنسبه لي ما انا اللي هتحمل المسؤوليه مش انت فانا اللي هتحمل مسؤوليه قراراتي انا اللي هتحمل مسؤوليه رغباتي انا. بس هنا في نقطه مهمه جدا يا احمد ان انت فعلا لازم تتحمل. يعني لو انا ليا راي والراي ده غلط والشخص اللي قدامي بيقول لي انت غلط وانا اقول له خلاص انا متحمل رايي انا متحمل مسؤوليه حياتي وانا بكون فعلا متحمل مسؤوليه حياتي خلاص اللي يزعل يزعل. لو انت زعلتي مني النهارده علشان اقول لك والله يا احمد انا مش هقدر اجي معاك بكره علشان انا عندي كذا كذا كذا. عارف يا احمد زمان انا كنت كده زمان كنت اي حد يجي يقول لي اطلع في التلفزيون اطلع في برنامج تعالى مش عارف ايه اقول له حاضر ابقى محرج جدا متوافق برغم ان انت ممكن شايف ان البرنامج مش او الحاجه دي مش مهمه مش هتضيف مش مهمه عندي التزامات تانية, حاجة تانية هيبقى أهم. ضغط عليا هبقى يعني بعمل حاجات فوق طاقتي فكنت لا يعني اللي هو حاضر ابقى مكسوف حد لما حد يتصل بيا زمان كان لما حد يتصل بيا من بتوع الناس تيلي سيلز ابقى مكسوف اقول له لا انا مش عايز ده انت طيب قوي فكنت تعمل ايه ما تردش على التليفون كنت تعمل ايه طب تقول له طب سيبني افكر طب ما طب من البدايه شوف اي اجابه ما عدا الرفض طب ما من البدايه تقول له ايه لا مش عايز انت تعرف ان ساعات الواحد لما بيقول لا بيتشتم بس مش هيتصل بيك تاني يعني في ناس بيجيبوا نمر ارقام البيت وتلاقيهم احنا شركه مش عارف ايه ولا جو يا ستي مش عايز لا طب اديني ماما لا اديني ماما ايه انا بقول لك انا صاحب البيت مش عايز هوب بقى فجاه تسأل مني من كتر الحافه اديني شتايم بقى شتايم يا كذا يا كذا كذا تقوم قافل هاو عليكم انت بتعملوا فيا ليه كده هو شتايم من عيله جميله يعني وكانت في الاول بنوته لطيفه يعني وحاجه جميله كده انا لحد ما انت تقول لا الملايه اتفرشت في دقيقه فاحنا محتاجين ان احنا نتعلم نقول لا محتاجين ان احنا نتعلم نقول ارائنا محتاجين ان احنا نتعلم نقول احتياجاتنا ما تخافش من الرفض انت كده كده ده ممكن يحصل. من الافضل جدا ان انت يعني تقول عن اللي بيدور جواك ويخلص الموضوع افضل ما يفضل الموضوع متعلق وافضل ما تحس انت بضغط وافضل ما انت توافق على حاجات انت مش مفروض ان انت توافق عليها. طب واللي هيزعل يا جماعه اللي مش هيقدر احتياجاتي واللي مش هيقدر وقتي واللي مش هيقدر كل رغباتي ما يزعل انا هعمل له ايه هو بعد كده بقى عايز يعرفني مش عايز يعرفني
خلاص هو حر. هو ما قدرش من الاول او ما حط يعني حط نفسه في اودى لنفسه حق مش بتاعه. فيعني اللي يجي يطلب حاجه مش من حقه ما يزعلش في الاخر الناس ممكن تقول له لا. صحيح. وهو في البدايه بقى انا اللي كنت بعمل ايه؟ ما هو انا اللي معوده. يعني عارف انا ايه؟ انا اللي كنت فتح الدولاب. انا مش قادر اعمل. هو طبعا يعني انت لما هتبدا تقول لا للناس، لما هتبقى تقول رايك وما تخافش من ان هم يرفضوك، في ناس هتزعل منك في البدايه، في ناس ممكن تبعد عنك فعلا، ممكن في ناس تزعلها فعلا، بس صدقني انت هترتاح. الناس كده كده بتتكلم، الناس كده كده بتزعل، والناس كده كده بتعمل كل اللي هتعمله سواء انت وافقت او انت ما وافقتش، هيتكلموا عليك سواء انت وافقت او ما وافقتش. فانت رايح دماغك وتخلص من رأي الآخرين، تخلص من فكرة ان انت بترضي الناس علشان ما تترفضش او علشان ما تخسرهمش او علشان او علشان. انت محتاج تحط قواعد لحياتك. الناس الناجحين دايما يا احمد عندهم قواعد في حياتهم، عندهم حدود. هو عنده، هو بيتعلم شوية شوية ان هو يعرف يقول لا، بيتعلم شوية شوية ان هو يعرف يقول رأيه، بيتعلم شوية شوية ان هو يعرف يعبر عن مشاعره. فاحنا محتاجين ان احنا نبقى ناخد الخطوات الأساسية ان احنا نعبر عن مشاعرنا من غير ما نخاف من الرفض، من غير ما نخاف من زعل الناس اللي حوالينا. هنرجع تاني نكمل كلامنا مع دكتور إيهاب ماجد خبير التنمية البشرية. والسؤال لسه زي ما هو ولا نغير؟ السؤال زي ما هو. قول لي على الحاجات اللي احنا قلناها دي كده، مين فيهم او ايه فيهم بينطبق عليك انت؟ على شرف المعلم في كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. كلام معلمين على راديو 90-90 هو مصري برعاية مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ضفنا دكتور إيهاب ماجد خبير التنمية البشرية. ودكتور إيهاب الصفحة بتاعته على الفيسبوك علشان الناس اللي بتسأل IHAB بالضبط كده، إيهاب ماجد IHAB ماجد MAGED، هي تقريبا فيها 450 ألف تقريبا حاجة كده يعني. ان شاء الله نحتفل بالارنب بقى. يلا ان شاء الله باذن الله. يلا شدوا حيلكم. دكتور ايهاب كمان بيعمل حاجه تربويه شويه، ادي المعلمين هنت كده عنها علشان اللي عايز الاولياء الامور اللي حابين يتابعوها. انت ممكن انت يعني انت لو انت عايز بابا وماما يتحسنوا في معاملتهم نعمل برنامج اسمه ابنك على ما تربيه، صدقني هيفرق معاهم جدا جدا جدا. فانا ارجوك تخش على الصفحه وتعمل له شير او تعمل لهم يعني يعمل لهم تاج كده علشان لا هو يعمل اكاونت مضروب مش باسمه ويعمل لهم بالظبط، يعمل لهم منشن وكل اللي انت عاوزه وقول لهم فاعل خير، سميه فاعل خير يعني كلنا نعمل الموضوع ده. وان شاء الله باذن الله احنا عندنا كمان على الصفحه في عندنا التفوق الدراسي، شفره التفوق الدراسي احنا عاملينها مجانا يوم اعتقد يوم 24 كده، يوم 24 الشهر ده في لا قلت تفاصيلها بقى تفاصيلها. هو بص هو يعني هو يوم 24 يوم الحد، يوم 24 حد اللي بعد الجاي اللي بعد اللي جاي هتبقى في مكتبه الزمالك. انت ممكن تخش على الصفحه وتبنى ابلكيشن، في ابلكيشن عشان يشترك، في ابلكيشن عشان طبعا يعني حاول تلحق ما يحصلش هجمه. حاول تلحق. طيب هنرجع تاني للاسباب. ومن ضمن الاسباب اللي بتخلينا ما بنعرفش نعبر عن حياتنا او عن اللي احنا عايزينه، عن رغباتنا، وما بنعرفش نقول لا، ان احنا بنبقى حاسين ان احنا لو قلنا اللي احنا عايزينه، لو طلبنا حقوقنا، هنبقى يعني هبقى ضعيف. انا اتعودت كده ان انت ما تطلبش حاجه من حد، حاول ان انت تكتفي، مش عارف ايه. عارف في بعض التدريبات يا احمد بنتعلم فيها ان احنا نقول I need you، I need help. يعني في بعض التدريبات كده اتعلمناها كده من اساتذتنا، اللي هو ان انت تقف كده تترجى واحد تقول له انا محتاجك، انا محتاج مساعدتك، علشان تكسر الحاجز اللي عندك كبر. اللي هو فكره لا انت مش كبير على ان انت تغلط، انت مش كبير على ان انت تحتاج مساعده حد. استعظمها دي. يعني ناس بتخاف من ان هو يحس ان انا ضعيف، ان انا قليل، ان انا كذا. فاحنا بنعلم الناس ازاي تطلب المساعده لما تكون انت محتاج للمساعده. مش عيب ان انا اطلب المساعده من الناس اللي حواليا. فانا ببقى خايف ان الناس تفتكرني ان انا ضعيف، انا ببقى خايف ان الناس تفتكرني ان انا ما عنديش، ان انا لا املك. فكل الحاجات دي ده وهم. الناس زي ما بيقولوا كده بالبلدي، الناس لبعضها. فاذا كنت انا بعمل ده معاك، فطبيعي جدا ان انا لما احتاجك ان انا الاقيك، فمحتاج ان انا اقول لك. في بعض الناس ممكن تكون بتخاف تقول او تقول مشاعرها او تطلب اللي هي عايزاه، علشان زي ما هو في واحد من الشباب كده قال ما انا عارف ان كده كده بابا هيقول لا، طب اروح اطلب ليه؟ اللي هو فكره السلطه بكل اشكالها بقى، السلطه بابا، السلطه مديري، السلطه ايا كان. هو انا عارف ان هو مش هيديني اللي انا عايزه، فانا اوجع دماغي ليه؟ عايز اقول لك
ان انت طول ما انت في حتى مثلا يقول لك ايه، مفيش حق بيضيع ورام طالب. طول ما انت بتطالب بحقك، طول ما انت بتطالب بالحاجات بتاعتك، طول ما انت هتلاقي في حد يوافق على اللي انت عايزه. لكن الفكره كلها ان انت تطلب اللي انت عايزه. اكثر الحته يعني لما يبقى الواحد عايز يطلب حاجه من حد وعمال يدور على مليون حل ولا انه يلجا للناس، يعني اكثرها جواه ازاي؟ ان انت إيه؟ ان انت تبدا. بص، كل حاجه بتيجي يا احمد بالتدريج. يعني احنا طبعا عندنا تمرينات كتيره جدا من خلال الاستشارات والجلسات، وده بتبقى انا بستخدم فيها حاجه اسمها الان ال بي او البرمجه اللغه العصبيه، وبتجيب نتائج سحريه جدا يعني. لكن الفكره كلها ان انت على الاقل خالص ابدا يعني بالتدريج. ابدا اطلب، واطلب مساعده اختك، مساعده اخوك، اطلب مساعده زميلك، ابدا ان انت تصر على حقك، ابدا ان انت بس كل ده بشكل لطيف يا احمد. يعني احنا حتى لما بنيجي نتكلم عن الحق بيقولوا ان اخذان الحق حرفه. صح صح. اللي هو مش فكره ايه انا ليه 10 جنيه عند حد اروح، لا مش جعجعه وما اروحش اتخاني، لا لا خالص. انت تاخد حقك بحرفنه، يعني استخدم الادوات المتاحه قدامك بشكل ايجابي ان انت تعرف تطلب اللي انت عايزه. عارف احنا في حاجه كده من ضمن الحاجات، مثلا تروح ترجع حاجه لحد وحد يجي يقول لك يا حد بياع، يعني يقول لك لا والله يا استاذ ما فيش عندنا ترجيع. فانت تروح، في عندنا طريقه كده اسمها طريقه الطفل العنيد، تقول له ايه بس انا هرجع الحاجه. بقول لك ابي احنا ما عندناش حاجه. عارف نوعيه الناس دي، انا عارفكم ايوه انا عارف ان انتوا ما عندكمش بس انا هرجع الحاجه. ما بتقولش اكتر من الجمله دي وتكررها، انا عارف انا عارف بس انت انا هرجع الحاجه، انا هرجع الحاجه. في النهايه الراجل بيقول لك ايه، بقول لك ايه خد فلوسك وامشي. اللي هو مصلني المرحله ان انا عملت اللي انا عاوزه في الاخر. بس هي ما هي طريقه، ما هي ادوات. احنا كل الموضوع ان احنا بنعلم الناس ادوات. ادوات الادوات دي مجربه وبتجيب نتائج. فهي الفكره ان انت تطلب حقك، ولكن تطلب حقك بايه؟ تطلب حقك بحرفنه. لكن مش عيب ان انا اطلب حقي حتى لو كان ربع جنيه، مش عيب ان انا اراجع على الفاتوره بتاعتي، مش عيب ان انا اقول لا ده مش الحاجه بتاعتي، مش ده مش عيب. بالعكس، كل ما كانت ثقتك بنفسك زياده، كل ما كان التقدير الذاتي عندك مرتفع، كل ما انت كنت بتعرف تقول وتعبر عن مشاعرك وتقول اللي انت عايزه. طب الناس بقى اللي هي ما بتعرفش تقول اللي هي عايزاه، طب انا هقول لك على شويه حاجات كده عشان تعرف ان انت لازم بعد كده تعبر عن اللي انت عايزه وتقول اللي انت عايزه، وتعرف تتعلم ازاي تطلب حقك وتطلب كل اللي انت محتاجه ورغباتك من الاخرين. الناس دي بتعمل ايه بقى؟ لو يعني اول حاجه هو ما بياخدش اللي هو عايزه. يعني انت طالما ما طلبتش، طالما انا مش هدي لك. في ناس كتير جدا بقى شمع على ظهر ايدي يعني. في ناس كتير جدا، ومش بس ما بتشمش على ظهر ايديها يا احمد، هو بيبقى عارف انت عايز ايه بس بما ان انت ما طلبتوش انا وجع دماغي، اطلبه بنفسك مش هديهولك. انت ما قلتش صحيح. يعني عارف بين الازواج كده تلاقي مثلا المدام ما بتتكلمش بطريقه مباشره، فتيجي تقول لك ايه، يعني هي اكيد نايمه دلوقتي يعني، فبس يعني تيجي تقول لك ايه، احنا الشتاء داخل علينا. طب وبعدين يعني تصدقي اتفاجئت استفاجئت. هي عايزه ننزل نجيب لبس شتاء مثلا يعني، فاهم؟ طب انت عامل عبيط خلاص، طالما هو الشتاء داخل علينا يجي بالسلام. يجي بالسلام. يعني بجد، طب يعني حاجه جميله جدا. طب ايه يعني نعمل ايه؟ ما انت مش عارف. خلي طلباتك محدده، خلي طلباتك مباشره. لان انت لو ما طلبتش طلب مباشر هتلاقي في ناس كتيره جدا. احنا بنعمل ايه؟ بنحاول بقى نلمح. اللي هو ايه، الناس اللي ما بتعرفش تطلب دي بتعمل ايه؟ بتحاول تلمح، بتحاول تقولها بطريقه غير مباشره. وبعدين لما ما بتلمحش وبطريقه غير مباشره، والستات خاصه بقى احمد ما بيقولوش اصلا ولا بيلمحوا، المفروض ان انت تعرف اللي جوانا، المفروض ان تعرف احنا عايزين. انا بيزعلوا قوي ان انت ماخد يعني ازاي ما فهمتهاش لوحدك، كانت طايره قدامك سبتها تمشي ليه؟ فهو بيعمل حاجه غريبه جدا، تلاقي يقول لك ما هو المفروض يكون عارف احتياجاتي، ما هو المفروض يكون عارف. يا عم يعرف منين؟ مش نانسي قالت لك في حاجات تتحس وما تتقالش؟ ايوه، هو عملت اغنيه كامله على الحاجات اللي تتحس وما تتقالش دي. اسمع الاغنيه يا ربي، طب انت عايزه ايه؟ في حاجات تتحس وجيت اطلبها انا ما اقدرش. ده الاغنيه دي اللي حضرتك بتقول يعني هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نوصل للناس معاه، ان احنا نعلمهم زي نانسي. طيب تعالوا نسمع في حاجات ما تتقالش وركزوا، لان الاغنيه كده دكتور هيشوهها خلاص، هي اضربها في مقتل دلوقتي. احنا عايزين نسمع. طيب هي بتقول لك في حاجات تتحس وما تتقالش، وان جيت اطلبها انا ما اقدرش. انت ايوه نانسي عجرم اهي، بتقول لك ايه بقى؟ ما اقدرش اقول لك غير كل طريقه حبك ليا. هي مش هتقول حياه ما بتنطقش، انت تفهم لوحدك. هي خرصه طول يعني، مش نانسي طبعا، لا نانسي فوق راسي طبعا حبيبتي، لكن هي بتكلم باسم الزوجه. يعني صامته، وانت بقى قاعد انت عارف كده. يا احمد الزوجه لما تجي لي حد في الاستشاره تيجي تقول لي ايه، ما هو انا لو قلت له هو جاب لي الحاجه يبقى ملهاش معنى. اقول لا يا ستي، طبعا على الاقل تعب يعني، هو على الاقل تعب وافتكر، وحتى لو ما افتكرش وانت قلت له، بس هو حط الموضوع في دماغه ونزل جابها لك.
فيعني لا يا جماعه بجد احنا محتاجين نقول. كنت متوقع ان انت تحسها لوحدك. احنا محتاجين نقول اللي احنا عايزينه على طول. عدنا من جديد. وطبعا انت عرفت اعرف لوحدك شكل حياتنا اللي انا عايزاها. ولا افتح بقي. اضرب دماغك في الحيط. اجيب لك كده طبق في ودع. انت لو بتحبني كنت عرفت يا احمد. ما انت ما بتحبنيش. طب انا اعمل ايه عشان اثبت لك ان انا بحبك؟ حضن. بس يا احمد في العلاقه حتى بين الازواج وبين الراجل وبيننا وبين بعض اصلا احنا كتير قوي ما بنبقاش فاهمين بعض. عارف يعني ممكن تلاقي مثلا ممكن تلاقي احنا في عندنا في حاجه اسمها النظم التمثيليه للناس. يعني ايه النظم التمثيليه؟ الطريقه اللي انت بتستقبل بيها العالم. فتلاقي مثلا في عندنا واحد نظامه التمثيلي حسي. نظامه التمثيلي حسي ده يعني هو بيستقبل العالم عن طريق الحواس اللي هي التذوق واللمس والشم. فتلاقي بقى هو صوته حنين قوي كده وتلاقي بيتكلم بالراحه وبياخد وقت عبال ما يقول الكلام. وتلاقي واحد تاني مثلا واحد زي كان مثلا بصري اللي هو ايه بيستقبل العالم عن طريق البصر. فتلاقي في صور عماله بتتحرك في دماغه فوق كده فهو عمال بيتكلم بسرعه علشان يجيب الصور دي. فلما انا اكون بتكلم تلاقي مثلا الشخص اللي هو قاعد بيسمعني وانا بتكلم بسرعه ده وهو من النوع الحسي يقول ايه الراجل اللي بيتكلم بسرعه ده بينرفزني. وانا لما بلاقي واحد من الناس دول طبعا بعد ما انت بتتعلم بتفهم ان احنا كلنا كويسين بس هو الاذكى فينا ان يستخدم الطريقه بتاعه الشخص اللي قدامه. يعرف يستخدم الثلاث طرق اللي احنا بنتكلم عليها. فتيجي انت تقول لما تقابل لما تكون انت مش فاهم القصه دي وتقابل واحد من الناس الحسيين دول فانت تقول له ده بارد ده حاجه بينقطني. لا يا جماعه احنا محتاجين نفهم بعض. محتاجين نقول لبعض احنا مين. علشان كده الناس اللي ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها ما بتعرفش تعبر عن نفسها ما بتعرفش تقول اللي هي عايزاه الناس ما بتعرفهاش. انت بتحاول تظهر بمظهر غير المظهر اللي انت اصلا عليه. انت ما بتطلبش ما بتقولش رغباتك ما بتقولش احتياجاتك ما بتقولش انت مين. فالناس بتعاملك بطريقه غلط. الناس بتعاملك انت بتعيش حياه انت لا تستحقها لان انت تستحق حاجه افضل من كده. فالمشكله الثانيه ان انت كمان بتضيع كتير قوي من المجهود في ان انت تحاول توصل الرساله بس مش عارف. فانت بتضيع وقت بتضيع مجهود بتخلي الناس تعاملك بطريقه وحشه بتخلي الناس ما بتفهمكش بتظهر على حقيقه غير حقيقتك. كل الحاجات دي لان انت مش عارف تعبر عن مشاعرك. انت مش عارف تعبر عن اللي جواك بطريقه صح. مش عارف تطلب اللي انت عايزه من الاخرين. طبعا انت بعد ما عرفت ما بتوصلش للي انت عايزه الناس بتعاملك وحش عندك ضغط باستمرار بتحس ان انت مظلوم بتحس ان مفيش حد فاهمك بتحس ان انت لا الناس يعني بتضحك علي. طب انا اتعلم اعمل ايه؟ اتعلم اعبر عن مشاعري اعبر عن احتياجاتي اطلب من الاخرين اللي انا عايزه لان ده مش عيب مش حرام ده حقك وانت مفروض ان انت تتعلم ازاي تطلب اللي انت عايزه طالما ان ده حقك. هنعمل ايه بقى عشان نقدر ان احنا نعبر عن مشاعرنا عشان نقدر ان احنا نتعلم ازاي نقول اللي احنا عايزينه. رقم واحد تعرف ان الطريقة اللي انت ماشي بيها دي هتكون نتيجتها الحاجات اللي احنا قلناها. فانت لو انت هتفضل مستمر بالطريقة دي ما تتومش لنفسك بعد كده. ما تجيش تقول لي لا اصل ما فيش حد فاهمني ما تجيش تقول لي لا اصل هم مفروض لا انت خلاص. انت لو انت مش عارف تغير بقى نفسك وانت مش واخد قرار معايا دلوقتي بان انت ستوب كفاية انا هتغير انا هبدأ بعد كده اتعلم ازاي اطلب حقي ازاي اعبر عن مشاعري ازاي اطلب من الناس اللي انا عايزه بدون ما اتكسف وبدون ما احط في دماغي رأي الناس مش هيهمني ان هم يقولوا عليا ايه او ما يقولوش عليا ايه. فانا اول حاجة لازم تعرف لازم تاخد قرار ان اللي انت فيه ده دلوقتي ده غلط. اللي انت فيه ده دلوقتي انت مش شخصية ناضجة كده علشان لو انت بتخاف تعمل ده يبقى انت مش شخصية ناضجة. احنا بنحاول دايما واحنا مع بعض يا احمد هنا في كل الكورسات بتاعتنا ان احنا نوصل الناس لمرحلة من نضج الشخصية نوصل الناس لبناء شخصية متوازنة بتعرف تتعامل مع المجتمع بتعرف تتعامل مع التحديات بيعرف يتعامل ما بيتكسفش عنده ثقة في نفسه عنده ثقة في قدراته عنده ثقة في احلامه في المستقبل بتاعه ما عندوش حاجة اسمها ظروف ما عندوش حاجة اسمها اصل الناس عملت فيا. بنحاول نوصل الناس للمرحلة دي لان المرحلة دي الوحيدة اللي هتقدر تخليك تحقق احلامك لان هو ده اللي هيخليك توصل في النهايه ان انت تعيش بتوازن في الحياه. فانا رقم واحد اقتنع تماما ان الطريقه اللي انت ماشي بيها دي لو احنا بنتكلم ان انت ماشي بالطرق اللي احنا اتكلمنا فيها دي مش هتوصلك للي انت عايزه وهتخليك في ضغوط. فانت لازم تقتنع ان انت ماشي غلط. ده رقم واحد. رقم اتنين ان انت تاخد قرار معايا دلوقتي حالا انا من النهارده
انا قررت ان انا اعبر عن مشاعري، انا قررت ان انا اقول للناس اللي انا عايزه، انا قررت اطلب من الناس حقوقي اللي انا عايزها، لطالما ان انا شايف واوصل في النهايه الى نتيجه، او ان انا اتفاوض مع الاخرين، او ان انا اوصل ان الناس تعرفني على حقيقتي. محتاج بقى ان انت تتعلم طرق، محتاج ان انت تتعلم طرق تقول اللي انت عايزه بدون ما تجرح الناس، عشان ناس مش عايز الناس تفهم كلامي ان انت تبقى بجح، مش عايز الناس تفهم كلامي ان انت تخسر الناس اللي حواليك، يعني يا اما ده لا مفيش الوسط، احنا عايزين الوسط. ان انت تتعلم طرق ازاي تقول اللي انت عايزه من غير ما تجرح الناس، ازاي تقول اللي انت عايزه، ازاي ارفض من غير ما ابقى يعني من غير ما ابقى قليل ادب او من غير ابقى فج. لا انا ارفض، يعني مثلا لما حد يجي يقول لي ايه انا عايزك بص انا نفسي فعلا اكون موجود معاك، يعني انا مثلا لما حد يجي يطلب مني ايه انا عايز اكون انا طالبك في راديو انترنت، انا فعلا نفسي اخدمك ونفسي اكون موجود معاك، انا مستعد ان انا اكون معاك لو انت جيت سجلت معايا، لكن ان انا اروح لك بفتح لك مجال حل تاني، هو يعني ما قفلتهاش رسمي يعني. بالظبط كده، انا مش هقدر اكون موجود معاك النهارده، لكن انا اقدر اكون موجود معاك بعد سنه، بعد اسبوع، ممكن ارشح لك حد متاح يجي لك. فانا برفض، بس برفض بشياكه، انا برفض وبقول الاسباب بتاعه رفضي. فانا النهارده محتاج ان انا اتعلم طرق، ابحث عن طرق، فكر في طرق، ان انت حط نفسك في المواقف وشوف هتقول لنفسك ايه. يعني انا دايما بعمل ايه، بحط نفسي في المواقف في خيالي، يعني اتخيل ان انا هروح النهارده اعبر عن بابا عن اللي انا عايزه، اعبر عن لماما عن اللي انا عايزه. فبعمل ايه، بغمض عيني وبتخيل الموقف في دماغي، وبتخيل الطريقه اللي انا هقولها، وبتخيل رد فعلهم، واقعد اغير واقعد اقيم واقعد اعمل تبديل وتوفيق في الكلمات وفي الطريقه بتاعتي، واشوف نفسي جوه دماغي لحد ما اوصل في النهايه انا لو استخدمت الطريقه دي ممكن تجيب معايا نتائج. فانا بستخدم التخيل علشان اتخيل المواقف في المستقبل هتبقى شكلها عامل ازاي. الحاجات الجميله جدا ان انت تقول للناس اللي انت خايف منه، تقول للناس، يعني مثلا اقول لك على حاجه، عندي عميل لاي حد، اي حد، يعني تقول له مثلا مش نقطه ضعفي دي لما حد يعرفها عنك، لا اقول له ايه، يعني انا خايف يا بابا اجي اقول لك تضربني قلمين، ايه المانع ان انت لو انت خايف تقولهم له، هيدي لك اربعه اي مشاكل خالص، ما تخافش هما مش اتنين طم مش خايف من الاثنين، عندي حل. مره بتفكرني انا بحاجات مضحكه والله، واحد صاحبي بيحكي لي بيقول لي ان هو ايه، اول ما اتجوز كان في خلافات كتير وبينه وبين مراته، فالمهم راح ايه بيتنرفزه وتستفزه، راح ضربها بالقلم، فراحت هي راحت حط ايديها على قدها كده وقالت له عارف القلم ده انا هدفعك ثمنه غالي قوي، راح ضربها الثاني وقال لها عشان راح ضربها الثاني وقال لها عشان تدفعيني ثمن اثنين مش ثمن واحد، مش انت اللي عملت فيها في المعربي، خدي بقى. فانت تقول اللي انت عندي مثلا ايه في شركتي اللي هي بعيده عن المجال بتاع التدريب، عندي عميل، العميل ده عرفني، عرفني في التحصيل بتاعه، فالمدير الانتاج جاي بيقول لي ايه، ما هو اصلا قلت له حبيبي قول له انا مش هقدر اقسط لك، انا مش هقدر اسيب لك، لان انت قول له بصراحه، لان انت لما باجي اطلب منك الفلوس انت بتقرفني، ما تطلع عيني ما بترد، قول له، يقول لي اقول له كده، اقول له يا حبيبي قول له كده، انت ما بتردش عليا وانت بتعمل نفسك مشغول وانت بكذا، انا مش هقسط لك تاني. فخلاص انا بقول للناس اللي انا خايف منه. انا افضل طريق للتعامل مع الناس هو الطريق المختصر الدغري، ده الطريق الدغري، بس قولها بشياكة، قولها بطريقه صح. فاحنا لو احنا عايزين نتعامل مع الاخرين ونقول لهم على انت متخوف من ايه، انا خايف من ايه، قول له انا متخوف من ان انت تفهمني غلط، انا متخوف ان انت تحسبني كذا، انا متخوف ان انت، قول له اللي انت متخوف منه، ساعتها هو هيقدرك جدا وهيحترمك جدا جدا جدا. اخر حاجه بقى عشان الناس يبقى عندهم ازاي يعرفوا يعبروا عن نفسهم، حاجه اسمها الاصرار. والاصرار ده بينفع في كل حاجه في الدنيا. يعني ايه الاصرار؟ يعني انت بدات تدرب نفسك على ان انت تعبر عن نفسك وتقوله، وبرده ما خدتش حقك وما عرفتش انت مش عارف ايه، صر على ان انت تطور من نفسك لحد ما توصل للمهاره دي، لان اي مهاره في الدنيا بتاخد مني وقت، ومهاره التعبير عن نفسي، وعلى فكره ده احنا اللي انا بقوله ده جزء من حاجه اسمها الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي معناها ان انا بقدر مشاعري واقدر مشاعرك، واعرف اتعامل مع مشاعري واعرف اتعامل مع مشاعرك، بقدر نفسي وبقدر الناس اللي حواليا، بعرف اتعامل واحمي نفسي واعرف احمي الناس اللي حواليا، بعرف اساعد نفسي واعرف اساعد الناس اللي حواليا. ده اسمه ذكاء اجتماعي. ولقوا ان الناس الناجحة بيتميزوا بمهارة، وانا عايز اقول هنا مهارة لان هي حاجة بتتعلمها، بتيجي مع الاصرار، بتيجي مع التدريب، مهارة
الذكاء الاجتماعي. لو انا عايز انجح لازم تكون المهاره دي موجوده. الذكاء الاجتماعي ده انا عايزين له حلقه نعمل له حلقه نعمل له حلقه كمان. الجمله دي يعني بنقولها وما نعرفش نعمل منها اي حاجه. نعمل له حلقه المره اللي جايه نتكلم فيها. احنا فعلا بين حاجتين متناقضتين، احنا بين ان احنا لما حد يسوق فيها قوي ويطلب طلبات مبالغ فيها ان احنا عايزين نرفض بس مش عارفين نرفض ازاي، او ان احنا بنفضل زي ما كنا بنقول في اول حلقه اوافق 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 وعمالنا لا تنازل، ووقت ما هاجي انا اطلب حاجه محدش بيعبر. للاسف للاسف الشخصيات دي اللي هي شمعه تحترق من اجل الاخرين بصفه مستمره في النهايه هو فعلا بيحترق ومفيش حد بيعبره ومفيش حد بيقدره ومفيش حد بيديله اللي مفروض ان هو يستحقه. بس انا عايز اقولك ان دي غلطتك انت مش غلطة الاخرين. الاخرين اول ما بيلاقوا شخصية من الشخصيات دي للأسف بتدوس عليها، للأسف بتجيب اخرها فيها. وبتسوق فيها. فانا اللي اديته الفرصة ان هو يعمل كده. لو ما كانتش العلاقات بيني وبين الاخرين win-win situation، يعني انا اول مادي انا مستفيد وانت مستفيد، انا اول مادي ولاقيك انت ما بتديش المقابل استوب انا مش هدي تاني خلاص. بس مش معنى كده ان انا بعمل الخدمة علشان يجي لي مقابل. انا خد بالك يا احمد، في ناس كتيرة جدا بتعمل الخير مش علشان الخير، بتعمل الخير عشان تبان قدام المجتمع ان هي خيرة، علشان تبان ان هي مقبولة اجتماعيا. مصيبة على فكرة. يعني عايز اقول لك يعني بجد الواحد في الحملات والحاجات دي عارف هي دي بقى مداخل اللي عارف الشيطان والرياء. طب انا يمكن ما بعمل الحملة دي عشان الناس تقول ان احنا بنعمل حملات، عارف افضل اقولها لنفسي انت يعني مش ممكن يكون ده اللي في دماغك. فابدأ بقى ادخل في العفاريت بقى والصراعات اقول ايه لو عملت كده مش هشتغل مش هتعمل حاجة خلاص انا هكمل بقى والنوايا دي عند ربنا بقى. يعني لو فيها رياء ولا حاجة ربنا انت كده كده انت كده كده حتى لو انت بتعمل الخير من اجل ان انت تظهر قدام المجتمع بشكل معين، انا بتكلم على عامة على كل الناس يعني، فانت كده كده بتعمل خير كده كده محسوب لك يعني كده كده انت في 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 جزء منه محسوب لك يعني. لكن الاحسن ان انت تعمل الخير ده مش عشان اظهر ايه عشان اظهر قدام ربنا. كنت كان في واحد من الناس بتوع الدين قابلته يعني، واحد من الناس بتوع الدين كبار شويه يعني، فانا قلت له متشدد ولا لا لا متوسط جدا يعني يعني حد حلو قوي يعني. فانا فكنت جاي اقول له ايه، جاي اقول له انا احيانا شخصيا انا كده بحس ان انا رايح المكان ده علشان اظهر. بيقول لي على فكره ايهاب انا احيانا بيجي لي الاحساس ده. لما بيجي لي الاحساس ده انا ما بروحش. اول ما يجي الاحساس ده جوه دماغي اللي هو ايه، انا رايح علشان اوريهم انا مين، انا رايح انا علشان اظهر عشان الناس تقول عليا برافو يعني. بيقول لي انا اول ما ده بيجي لي يعني احيانا، فانا بعمل ايه، اروح انا مش رايح، فانا بكسر الحده دي. فانا ممكن اعرف في النهايه ان المرآة الاجتماعيه وان انت تظهر قدام الناس بطريقه حلوه دي ممكن تسبب لك ضغط كبير جدا، لان انت ما بتبقاش على طبيعتك، وان انت تاخد مجهود علشان تظهر للناس عكس اللي موجود جواك ده مجهود كبير جدا. ان انت تفضل محافظ على ايه، الواد الكيوت كده الامور اللي مؤدب اللي مش عارف ايه، وتيجي فجاه تلاقيك ايه بتقع لان انت مش قادر تمثل طول الوقت، فيحصل صدمات فتبدا يحصل صدمات في حياتك. فاحنا محتاجين ان احنا نتعلم مهاره ازاي نعبر عن اللي جوانا، ازاي نقول للناس لا، ازاي نقول للناس مشاعرنا والناس عليها ان هي تتقبل او ما تتقبلش، بس انا عملت اللي عليا وانا عايش وانا حاسس ان انا عندي صحه نفسيه، ودي اهم حاجه. صفحه دكتور ايهاب ماجد على فيسبوك IHABMAGED IHABMAGED صفحة فيها 450 ألف عشان لو عايزين تتواصلوا مع دكتور إيهاب. وتاني الكورس أو في عندنا كورس يوم 24 الشهر ده في مكتبة الزمالك اسمه شفرة التفوق الدراسي، ابدأها صح من الأول. ابدأها صح، هتلاقوا أبليكيشن على صفحة دكتور إيهاب لو عايز يعني تشترك من خلال الأبليكيشن عشان هو دعوة مش عامة يعني. دكتور إيهاب شرفتنا وأفدتنا ودايما بتجيب الحاجات الحلوه معاك، ومبروك لك احكي العيد زي ومبروك ومبروك لان النهارده انا اللي واخد، انا النهارده واخد نادر فوده، مبروك يا كابتن. دكتور ايهاب رغم كرهه للرعب الشديد ما اقدرش اقول لا، اتصور معايا بالروايه ولو فكر يقول حاجه عن الرعب تاني انا بص سيدي هاتك عندي الصوره ايه، بقول بقى انا معاك اكيد هي تنجح يا حبيبي ان شاء الله. بس حضرتك ربنا يخليك يا حبيبي بالتوفيق ان شاء الله يا دكتور، ربنا يخليك. شكرا يا معلمين.